فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل ظاهره الاستقامة، رجل ظاهره الاستقامة، نعم، يفتي العوام بجواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الحضر وبدون عذر، أي بدون خوف أو مرض أو سفر أو مطر، ويعمل بهذه الفتوى هو ومجموعة من العوام في بلده، فما الحكم في ذلك؟ هذا يحتمل أمرين: إما أنه جاهل والجاهل لا يؤخذ كلامه، وإما أنه مضلل. لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا في الأعذار الشرعية: سفر أو مرض أو مطر. أو مطر ثلاثة أعذار: سفر يبيح القصر، أو مرض، أو مطر يبل الثياب ويؤذي الناس. يجوز لهم الجمع في هذه الأحوال الثلاث، أما الجمع من غير هذه الأعذار فهو باطل بإجماع أهل العلم، ولا قال بهذا إلا الشواذ الذين لا يؤخذ بكلامهم ولا عبرة بقولهم. نعم، الله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صل الصلاة لوقتها. فلا يجوز الإخلال بالمواقيت إلا في الأعذار الثلاثة: المرض أو السفر أو المطر. نعم.